ستارت. تحياتي، معكم أستاذ محمد يحيى. بهذا الفيديو هنكمل مع البروبابيليتي وأسئلة جديدة كونديشنال بروبابيليتي اللي بيكون فيها بوكس وبوكسان، بوكس A وبوكس B، وبدي نقي طابات أو whatever. فهون بهذا السؤال عندي two refrigerators A and B، أو هو المبدأ نفسه، يعني سواء كانوا two refrigerators two boxes two urns اللي بدكم إياه. فعندي two refrigerators عندهم A و B فيهم chocolate و strawberry pieces. box A فيه أو refrigerator A فيه 70 chocolate piece و 30 strawberry piece. أما box B فيه 50 chocolate piece and 20 strawberry piece. يعني هو سؤال بجوع شوي ما بيأثر. المهم سمالي الإيفانتس، وانتبه للتسميات كتير منيح يا جماعة. يعني قال لي A هي comes from refrigerator A، ففي حال بالسؤال سألني مثلا A box B أو refrigerator B فهو عبارة عن A bar، تمام. فالA هي refrigerator A، الA bar هي refrigerator B، C هي chocolate، وS إنه piece strawberry. عم بيقلي show that the probability P للA is half. تاني part بدي C slash A أو C given that A and deduce P A intersection C. part 2 بدي ال S given that A و A intersection S. خلينا نشوف P لل A. أول شي يا جماعة كم براد A عندي أنا؟ واحد 1C1 على total كم refrigerator هني كم براد؟ 2C1. ف1C1 على 2C1 هي half. عشان هيك دايما مثلا بتشوفوا half probability لبوكس A، probability لأرن B، فهي half. لا، لأنه 1C1 على 2C1. بدي P C given that A. أنا بعرف إنه هيدي في إلى رول إنه C given that A، ممكن دغري حدا يجي يحط هي C intersection A، C intersection A over P لل A. بس هون يا جماعة أنا بعدني مش مطلع شيء. حتى إذا بنرجع للسؤال، إذا بترجعوا بالفيديو شوي، هو طالب C intersection A بعدها، فأنا مستحيل طبق الرول هون. طيب كيف بدي حلها؟ بدي حلها بالمنطق. يعني أنا عندي chocolate piece من أو knowing that أو given that إنه أنا حاستعمل refrigerator A، يعني نقه من البراد A. فمن ال A شو probability إنه يطلع عندي one chocolate piece؟ قدي عدد chocolate 70C1 على total 100C1، بس هيك تطلع 0.7. ال intersection هلأ يا جماعة هي اللي بتطبق الرول. هيدي الرول الأساسية مثل ما قلنا، إذا بنعمل cross multiplication بتصير C given that A ضرب P لل A. شوفوا، حطوا هيدي over 1 تحت، عملوا cross multiplication، فال intersection بتساوي C given that A ضرب P لل A 7 over 10 times half. بهالبساطة طلب للأس كمان. يلا strawberry from A مثل ما اتفقنا، S given that A هون بدي حلها بالمنطق strawberry من ال A، ف قد ايه عدد الستروبري بال A؟ 30 على التوتال 130C1، لأنه بدي نقي 1 بيس على 100C1، ف 3 over 10 تمام. هلا أنا عارف إنه بدكم أكتر أنتو، يعني ستروبري وتشوكلت، بس هو السؤال قطعة واحدة. يلا ما بأسف. الانترسكشن مثل ما اتفقنا، هي رجعت حطيت الرول عشان ننتبه له، انه انا في يقول A intersection S هي S slash A ضرب P لل A، فبتطلع 3 over 20. cross multiplication طلعنا rule intersection من الرول الاساسية، عوضنا بالvalues اللي معنا 3 over 10 times half بتطلع 3 over 20. part 3، part 3 عم بيقلي the piece is strawberry and comes from B. هيدي يا جماعة هون intersection، intersection ال and هوني. انا بعرف انه انتو بتقولوا ال and هي times، بس شو يعني ال and يعني times؟ لما قلك مثلا one strawberry and one chocolate، one red ball and one white ball، شغلات بدون يطلع ورا بعضه، بس هوني واحدة strawberry and from B، فهيدي بتعني intersection، يعني ما خص الستروبري بانه comes from B، انه هني events مرتبطين ببعض. ف ال S intersection شو اتفقنا؟ البوكس B أو الريفريجيريتر B هي A bar، تمام يا جماعة؟ S intersection A bar. ف
نفس الرول هي غشوة، هيك أسئلة عادة الغش فيها حلال، طلعوا فوق فهي S slash A ضرب ال P لل A. هون نفس الشيء S slash A bar ضرب ال P لل A bar، ف 20C1 على 70C1 ال A bar هي half. انتبهوا 70 التوتل، عم نقي هالمرة من البوكس B. هيدا نحن شو اتفقنا يا جماعة، هيدا مطلعة بيولوجيك بالمنطق. فستروبري من ال A bar من البوكس B هن 20 على 70 20C1 على 70C1، وال A أو ال A bar اثنيناتهم half، فهي 1/7. هلا البي للاس، البي للاس هون يا جماعة هي جمع الانترسكشنز. اللي تابع مع الفيديوهات اللي قبل بتمنى ترجعوا تشوفوها. الانترسكشنز بيعطوني دايما الحرف المشترك. فستروبري يعني هيدي بتخلينا نفهم ليه في عندي جمع. انا اول ما اقول لك ستروبري حتقلي طيب ستروبري من البوكس A او من البوكس B، طالما في اور عندي يعني في بلس، في اور يعني في بلس. ف ستروبري اند فروم A هي S intersection A، اند فروم B يعني هي S intersection A bar او B، والاور بتعني بلس. الاجوبة انا طلعته الاثنين ححطهم، تطلع 41/140 بالبساطة هيدي، سهل. يلا knowing that a strawberry piece is chosen, what is the probability that it comes from B. سهل كتير هيدي جو. هيدي knowing that رسميا يعني هيدي بدي حلها على الرول. خلص انا صرت مطلع كتير اشياء فبقدر حل على الرول، بدي intersection، بدي P للS P للC، فانا معي كتير اشياء ممكن استعمل. فبقول له A bar slash S، دايما يا جماعة اللي بيسألني عنه what is the probability it comes from B، هو سألني عن البي. probability comes from B، دايما هيدا بحطه بالأول دايما. والknowing that أو given that بحطه تاني شيء اللي هي strawberry. فإذا calculate probability of كذا، what is the probability of كذا، دايما بحطه بالأول A bar اللي هي البي، وstrawberry تاني شيء. rule S intersection A bar على P للS، اثنينات طلعناهن يا جماعة 1/7 و 41/140. إذا بترجعوا بالفيديو اللي قبل هيدي بعتقد الـ P للـ S هوني هي إياها 41/140، والـ P للـ S intersection A bar 1/7 كمان طلعناها. فبيبقى عليكم بس تعوضوا بالنمبرز حيطلع الـ answer 20/41، سهلة. هيدا أول سؤال خلص. سؤال تاني نفس الفكرة تقريبا، عندي 60 students مقسمين لsections A و B مثل ما اتفقنا، refrigerators, boxes, sections, classes، يعني نفس الشيء sections A and section B. 20 boys و 10 girls بالsection A، 15 boys و 15 girls بالsection B. بدو ينقي section، the principal selects at random a section، بعدين selects two students simultaneously يعني C. ال A هي انه chosen section A، ال B هي B، هون سماه لهن A و B، ما سماه هون A و A bar. وال S انه يكونوا same gender، يعني two students هيدول يا اما يطلعوا اثنيناتهم boys or يطلعوا اثنيناتهم girls، تمام؟ في or هون بالدق، فهيدي يعني same gender. 1 P لل A equal half. يلا اللي مركز معي وعم يكتب notes عرفها ولا لا؟ كم section A عندي؟ وحدة 1C1. على total كم section هني at all؟ A و B 2C1. يعني لو كانوا 3 صفوف حتطلع 1C1 على 3C1، 1 على 3 بس، هون صفين بس 1/2. قبل بدو ال S slash A، خلينا نقرأ S slash A. هون شو اتفقنا يا جماعة؟ أنا بعدني مش مطلع ال intersection أصلا لطبق rule، هي طلبها بعدين. فهون بدي حلها بالمنطق انه يكونوا same gender من ال A. طيب ال A شو فيه؟ هي فوق 20 boys and 10 girls، يعني 20C2 اللي هني 2 boys or 10 girl 2 girls 10C2 على التوتل 30C2، فبتطلع 47/87، سهل كتير.
هلا الاس انترسكشن بي، يعني من سكشن بي هلا يا جماعه بدي اثنين يكونوا سيم جندر، ما حاشرحها، حاترك لكم هي انتم تحلوها. نفس الشيء يا جماعه سينا الانترسكشن، الانترسكشن هي اللي قلنا بنضرب بها، ذكروني سينا اس انترسكشن اي، فهي اس سلاش اي ضرب البي للاي. اس سلاش اي هي هلا جبناها، والبي للاي هي هاف اتفقنا، فبتطلع 47 على 174. هلا الاس انترسكشن بي هي اس جيفن ذات بي ضرب البي للبي. الاس جيفن ذات بي كيف بنطلعها؟ ما في رول هون بالمنطق، بالمنطق بنرجع على سكشن بي اللي هو 15 بويز و15 جيرلز وبنطلعها. انتو حلوها، ما حاشرحها، سهل كتير صار. والانترسكشن بضرب بهاف اللي هي بي للبي، واتفقنا ليه هاف كل سكشن اصلا بالعقل يا جماعه، ما هن اثنين سكشنز، فكل واحد فيهم نسبة اختياره هي 50%، اثنين ما في غيره، فكل واحد 50-50 يعني 50% او هاف، فبتطلع 14 على 58. البي للاس ها اللي عم يسجل نوتس من السؤال اللي قبل، كمان وقتها سأل ستروبري اس كمان، وهون اس سيم جندر. يلا فجمع الانترسكشنز قلنا الحرف المشترك هي اس انترسكت اي واس انترسكت بي، فشو الحرف المشترك؟ اس، فبجمعهم حتطلع 89 على 174، سهل كتير. هلا 4 خلينا نقرأه قبل ل 4 قبل ما نجاوبه هون. يلا Part 4 عم بيقلي knowing that the principal selects two students of same gender. What is the probability they are from section B? مثل ما اتفقنا السؤال، وين السؤال؟ What is the probability they are from B؟ يعني B بالأول. Given that same gender يعني us. Given that us. سهل كتير. فهي B given that us. طبق rule. هي S intersection B على P للأس. ومثل ما اتفقنا بالفيديوهات اللي قبل يا جماعة، الانترسكشن ما بتفرق، يعني ما حدا يجي يقول لي هون يطلع لازم تكون B intersect S، لا يا جماعة مش فارقة S intersect B ولا B intersect S، هن نفسهم. بس هيدي ممنوع اقلبها، يعني ممنوع اقول الأس بالأول أو البي بالأول، ما بتفرق، لا بتفرق، عشان دايما الدنومينيتر لازم يكون مثل تاني وحدة P للأس. هعوضهم انا اثنيناتهم، طلعوني اياهم فوقكم، البي للاس مش فوقكم مطرح ما انت فوق السؤال قصدي، 14 على 58 و89 على 174، بعوضهم وبيطلع الانسر 42 على 89، وهيدا تاني سؤال خلص بالبساطة. نروح نشوف اكسرسايز 3. بهيدا السؤال عندي 2 بوكسز اي اند اف، شفتوا حلينا سؤال ريفريجيريتورز، سؤال كلاس سكشنز اي وبي، وهون سؤال بوكسز اللي هو كتير بيتكرر. بوكس اي فيه 9 ريد و 3 جرين، بوكس اف فيه 3 ريد و 5 جرين بولز. دايما دايما انا اول ما اشوف السؤال برسم البوكسز قدامي، يعني بالقليلة اذا ما عرفت تحل شيء تكون معبي الورقة شوي، فرسوم البوكسز اوضح لإلك. وبده زي العادة game consists of selecting at random one of the two boxes then drawing a ball، مش students two students زي هيداك، هيداك استعملنا C2 هون C1 كله C1. فمثل ما اتفقنا player selects box E player selects box F، كل box فيهم the probability لإله هي 1 over 2 1 C1 على 2 C1 50-50. في أوقات ممكن يغير لي فيها بعد شوي حنشوفها، بس هون ما قال لي انه في تغيير فهاف. يلا ال R given that E وال E intersect R، بعدين ال P لل R، سهل كتير. هاي دول البوكسز ها رسمتهم، ال P لل R slash E انه رد من البوكس E 9C1 على 12C1، بيخة كتير، عدد الرد هن 9 هي شوفوهم على التوتل هن 12، فبتطلع 3 على 4. الانترسكشن هي اللي فيها ملتبليكيشن، عدناها 7 مرات انه نعمل كروس ملتبليكيشن، تطلع ال R intersect E هي R given that E ضرب ال P لل E. دايما يا جماعة انتبهوا، انا هيدي اللي بدها تمشيني، اوعوا نكون حدا بالغلط يحط E given that R ضرب ال P لل R، انا لا معي E given that R ولا معي ال P لل R، حسب انا شو مطلع بمشي، فمطلع R slash E يعني هيدا حتكون R slash E ضرب البي للي، سهل كتير. هلا
مع ال R slash A هي 3 على 4 مع ال P لل A half فهي 3 على A. صح. البارت اللي بعده بده ال P لل R يا جماعة. ما تنسوا هون في شغلة ناقصتني. طيب الرد حتكون من ال E ولا من ال F؟ فطالما في أو يعني في plus هون R intersect E زائد R intersect F. R intersect F ما طلعتها بس أنا، نقلوها من هون زي ما طلعتوا ال R intersect E بنفس الطريقة، روحوا طلعوا R intersect F هي R slash F ضرب ال P لل F. ال R slash F بالمنطق، ال P لل F half مثل ما اتفقنا. هي حاططها R slash F 3 على 8 هن 3 رد من أصل 8. ال R intersection F هي R given that F ضرب ال P لل F، سهل كتير. 3 على 8 ضرب half 3 على 16. هلا حاجمع ال 2 answers، R intersect E صار معي إياها 3 على 8 و R intersect F كمان صار معي إياها 3 على 16، وحدة هون ووحدة هون، بجمعهم حتطلع 9 على 16. فإذا صار مبدأ السؤال واضح نوعا ما، واضح دايما شو عم يطلب مني. قد ما يكون عندي بوكسز بدي P لل R، طلع ال R بكل بوكس، R intersect E R intersect F مع بوكس زيادة R intersect G، طلعهم بجمعهم تطلع P لل R. ال R slash E عادة عم طلعها بالمنطق، أو R slash F بالمنطق دغري من البوكس بطلعها، زي الأسئلة العادية القديمة معي بوكس بدي طلع منه 2 رد أو 2 بويز أو 2 شوكلت عادي. هون مثلا وحدة رد 9 سي 1 على 12 سي 1 مباشرة. هلأ part 3. Knowing that the player has drawn a red ball, what is the probability that is drawn from E؟ يلا ها، مين بحط بالأول؟ E بلا R؟ مين فايق معي؟ أيوة E، برافو. E slash R هيدي على الرول مباشرة، هي R intersect E على ال P لل R. معي الأجوبة، رجعوا بالفيديو اللي قبل. طبعا اللي مش عم بحل مش عم يكتب يستفل يقعد يرجع ويقدم ويضيع وقت، اللي عم يكتب الأجوبة قدامه فتطلع 2 على 3. آخر سؤال عنا، وهون مثل ما اتفقنا إنه حتبطل probability لكل بوكس هي half. هيدا السؤال في عندي 2 boxes U1 and U2. U1 في بقلبه 3 red و 5 black، U2 فيه 4 red و 4 black، وعندي box V فيه الكارتس 1 2 3 4 7 9. هيدا دورة 2016 الأولى 2016 the first. طيب عم بقلي حيسحب card from V. if this card is even حيسحب 2 balls selected from U1 simultaneously. 2 balls from U1. وإذا كان odd يعني اللي هو 1 3 7 9 هيدا الكارت حيسحب من ال U2. طيب ال E إنه يطلع عندي even number، سهلة. شو probability إنه يطلع عندي even number؟ even يا جماعة ما وضح شيء ما فسر شيء، بس انه even، مش بروح بشوف الايفن يعني U1 يعني بدنا 2 بولز، لا لا هو عم يسأل الايفن، بس الايفن من هون شو probability انه طلع even؟ طبعا هو ما سألني عنه بس انا عم حضره. هن رقمين من اصل 6. شو probability انه طلع odd؟ هن 4 من اصل 6، 1 3 7 9 تمام، 1 3 7 9. يلا اول part R given that E، وبعدين ال E intersect R، نفس المبدأ يا جماعة. R given that E بدي طلعها بالمنطق، بس هون بدي فسرها. هون بال given that يا جماعة هي بروح بفسر بقول شو يعني، شو يعني E انه يطلع لي even، يعني بده يروح ينقي 2 balls from U1. طيب اذا قال لي R given that O مثل هون part B، بروح بفسرها شو يعني R given that O، يعني odd. اذا probability للرد اذا هو نقى odd، شو معنى odd؟ يعني حيسحب من U2. فإذا هنرجع نعيد على السريع، R given that E يعني بدي رد knowing that انه انا نقيت even number. طب شو يعني even number؟ تشرفنا نقيت even، شو استفدنا؟ استفدنا انه اذا even بدي هيدا الرد طلعه بناء على ال U1، على البوكس U1، لانه هو قال لي ال even بدي يسحب من U1. طب اللي تحت O intersect R
يعني هعوز اكيد الار سلاش او مثل بارت 1. فشو يعني ار سلاش او؟ اذا نقيت اود شو يعني؟ يعني بدي نقي وحده رد او اثنين رد بناء انه انا نقيت اود. بناء انه نقيت اود يعني بدي اسحب من اليو 2. فاذا البي للاي والبي للاو هول مباشرين من الكارتس دائما دغري. البي للار given that اي وار given that او هول بفسرهم، بشوف شو كتب لي ترجمتهم بالتكست بالسؤال وطلع على اساسهم. فخلينا نشوف هيدا بوكس يو 1 وبوكس يو 2 حلوين. يلا ال R given that A يعني getting two red من ال U1 مثل ما قلت لكم. فهي ال red هن 3 بدي نقي منهم 2 3C2 على total 8C2 خلصت تمام. هلا اللي بعدها صرتوا حافظينها انتم ال E intersect R، وقلنا نحن يا جماعة هيدي ما دخلني فيها، ما حدا يجي يحط P لل E slash R زي ما انا مطلع بمشي. انا طلعت ال R given that A فهي اللي حاستعملها. والانترسكشن اخر همي، ما هي كتبتها نوت انه هي نفسها اي انترسكت ار او ار انترسكت اي. البي للاي قلنا انه هي 2 على 6 لانه عندي 2 ايفن كاردز بالبوكس في بس هن 2 و 4. طلعت البارت اللي بعده طالب او انترسكت ار، نفس الشيء يا جماعه نقولوا نقل او انترسكت ار، ها ريبيت سيم ستابس. يعني R given that O حطلعها given that O انه بدي نقي من ال U2. شو probability نقي 2 رد من ال U2؟ قد ايه عدد الرد؟ 4. احسنتم مع التوتل 8 4C2 على 8C2 خلصت. ال P لل O ال odd حعوزها كمان قد ايه ال odd من ال V؟ يلا قولوا لي. ايوه 4، عندي 4 cards odd هون 1 3 7 9 خلصت. فبتطلع 1 على 7. البي للار اكيد حيطلبها هلا في جمع الانترسكشنز. شايفين يا جماعه نفس ستبس عم ينعادوا اوفر اند اوفر اجين، يعني خلص اللي بده يفهمها يفهمها. فهي 1 على 28 بلس 1 على 7 5 على 28. لتفهموها اكثر ضروري هول الاربع اسئله ترجعوا تحلوهم من اول وجديد بايدكم. يلا هلا طالب البي للبي، بي للبلاك. هون يا جماعة إذا بتلاحظوا مهد لي بأول السؤال لأعرف الستابس، وتاني واحدة سفقني هي دغري دغري طلبة. فتطلعوا هون طلب الـ E intersect R بعدين الـ O intersect R بعدين الـ P للـ R. فأنا بكل رياحة رحت جمعتهم زي الشاطر وطلعت الـ P للـ R. طب هون طلب الـ P للـ B مباشرة، لا قال لي E B intersect O ولا B intersect E. كيف بدي أعمل؟ بعيد نفس الشغل اللي اشتغلته ب اول بارتين. البي للبي يا جماعه هون هي اي انترسكت بي واو انترسكت بي. حطوا الرولز مباشره تحت عشان ما تضيع وقت ونقعد نكتب صفحتين زي اول بارت بارت. خلص دغري هي بي سلاش اي ضرب البي للاي. خلينا نشوف او خليني انا اقولها وانتم بتقولوا الثاني. يلا البلاك من الاي قد ايه عدد البلاك؟ عفوا الاي يعني يو 1، مش قلنا اذا ايفن حينقي من يو 1. فالبلاك هن 5C2 على 8C2 سهلة، 5 البلاك على التوتل ضرب 2 على 6 اللي هن الايفن قلناها. يلا هلا بدي الاو انترسكت بي، يعني هي بي سلاش او ضرب البي للاو. البي سلاش او يا جماعة بلاك given that odd يعني من اليو 2. قد ايه البلاك بالبوكس يو 2؟ ايوه على التوتال زي ما انتوا قلتوا. اكيد انا متاكد انه انتوا جاوبتوها صح بقلبكم من دون ما اسمع، ف هعتبرها كوركت. 4c2 على التوتال 8c2 والبي للاو والبي للاي صرنا عايدينهم خمس مرات 4 على 6 البي للاو وانا عسل. بروح هلا بكل رياحه بجمعهم تطلع 11 على 42 بهالبساطه. واللي بده يكتبها هون مباشرة يا جماعة يعني يقول لي انه هي P B slash E زائد B slash O. تمام يا جماعة؟ طيب ليه B slash E مش E slash B؟ نفس اللي عملناه قبل يا جماعة. نحن اول شيء طلعنا R given that E و R given that O، فاتفقنا نفس الستبس عيدوا نفس الشيء بس بدل الرد حطوا بلاك.
ضرب هيدي طبعا ضرب البي للاي هون، وهيدي ضرب البي للاو، وبعوضهم وخلص. هلا عم بيقول لي knowing that the two selected balls are black, find the probability أو calculate the probability that they are from U1. U1 يا جماعة يعني شو؟ even ولا odd؟ أيوة even، ما هو قال إذا even حنقي U1، ما أنا بدي استعمل الحروف اللي معي ال B ال R ال E ال O، مش هيطلع لي حرف جديد هون. فهي هي كتبناها coming from U1 يعني even. فمين اللي بحطه بالأول؟ هيدي knowing that، يعني أنا عارف هون إنه في عندي slash. مين بحط بالأول؟ ال E ولا ال black؟ أيوة ال E ال calculate. ف E slash B، هي E intersect B طلعناها من شوي ورا، على ال P لل B كمان طلعناها بالبارت اللي قبل، فبتطلع 5 على 11. هيدا كان حل السؤال. And thank you for watching.